اجواء بوقتها سويت ضجة بوقتها. لا هي اجواء حلوه كانت يعني، كان متوقع انه هاي انطلاقه انه، لكن الحمد لله والشكر يعني تعرف النحس ما يعني هم يمكن مباراتين ولا غير الدوري مو كورونا لا قبل كورونا احداث المظاهرات الدوري اللي لغى اي تروح احتراف تجي كورونا تروح للزوره يلغى الدوري شنو والله ثلاث مباريات تقريبا وصارت المظاهرات لاعب ما محظوظ انت ممكن بس مو بس لي يعني تعرف الدوري كله للجميع يعني الجميع بس هي يعني لو باخذ مثلا بالجوي لا مو هسه صدمني يقول يعني ممكن ما محظوظ ماخذ اسيويه وماخذ دوري وماخذ كاس صح ما محظوظ لا شو تريد بعد لا قلت لك ممكن مو محظوظ ممكن قابله اي وقابله لا اكو اي ولا انت يعني اكو محظوظ الحمد لله تعرف انا اكو شيء الحمد لله يمكن بمجهودات الكوادر اللي كانت واللاعبين بس هذه الصوره عن تصريح اللي هو حققت حلم بابا مو هيك قلت اي هذا اللي تفسر عليه وصارت انه خلاص اللوجو الرسمي مو اي اللوجو مع العلم انه ابويا معارض النادي الزهراء هو مشجع الزهراء والله يعني هاي المعلومه يمكن ما حد يعرفها انه هو اصر الاخر يوم انه انا اكمل ويا الجويه يعني حتى من جت الرابطه للبيت يعني تحياتنا الرابطه الجويه بوقتها اي من جو للبيت هو كان يعني ويا الرابطه ضدي انه انا خلاص قلت ما اقدر اكمل يعني الطاقه ماكو يعني انا اطلب فلوس انا لحد هاي اللحظه يمكن اطلب النادي 100 مليون لحد هاي اللحظه لليوم يمكن الجمهور ما يعرف ايه يعني تتخيل بذاك الوقت انه مستحقاتي ما اخذها كامله يمكن هسه انا يمكن اللاعب الوحيد اللي اطلب النادي لحد هاي اللحظه ما قدمت شكوى؟ يعني ايش تقدر تقدم شكوى يعني هسه النادي صاحب فضل عليك يعني من تروح اكثر من مره تراسلهم يقولوا لك اي يمنا وتدلل وصارت ثلاث سنوات لا وغير لاعبين يقولون اتصل ما حد يجاوبنا وما صحيح اي يعني اخر فتره قاموا ما حد يجاوبك انت بعدين تروح ترفع دعوه على النادي هسه الوقت يعني اختلف صعب تعرف ذاك الاتحاد قديم ما تقدر اي ممكن هسه بالاوقات الحاليه يعني صارت احترافيه تقدر تعمل بس قلت لك انه بوقتها انه والدي تفسر انه تصريحي انه هو تحمل المسؤوليه مالته انه هو على قولته يقول يعني انت ورطتني وانا ما حاكي ما مسوي بس هو كان يعني معارض انه يروح للزهراء انه خلاص رادك تبقى بالجوي ابقى بالجوي لا شلون تقول حلم ابوي انه لانه يشجع الزهراء اللحظه اللي صارت بهاي اللقطه انه تعرف وقتها استقبلونا جمهور الزهراء يعني تحياتنا لهم خير استقبال صحيح انه متواجدين بالنادي ساعات متاخره من الليل ومن دخل وياي وشاف شعر بالفخر يعني انا باوع عليه هو يبكي يعني على صفحه يبكي فقلت لهم يعني قلت لهم انا من اشوف والدي انا اكيد هو يعني حلمه انه اتواجد بالفريق اللي شجع حلو الصوره الاخرى اكيد هاي معنى الزهراء تحيات اللاعبين رحيمه وامجد هاي وين امجد هاي معسكر اعتقد معسكر معسكر وين معسكر الكره التركيه اي والله يمكن تركيا رحيم هنا كان لاعب وياكم هذا الموسم الاخير وراها صار هذا الموسم الاخير اي هو اجى انا طلعت وامجد هنا أنا وراها وامجد اي وامجد هم وراها هم طلع زين تحياتنا بعد لا تاخذ صور ويا العالم ذا هيك ليش؟ واحد بطل طلع ثاني اعتزل واحد مات هاي سنه الحياه يعني شلون تاخذ صوره ويانا اليوم ها؟ لازم لازم حتى والنبال وياه خليني اقول لك